البداية الحين. اليوم طبعا راح اشرح لكم شلون تسوون الواجب مع الحاسوب. لازم تعرفون انه هذا اللي يعني المواضيع اللي راح ناخذها اليوم بالواجب كلش مهمة، وضروري ضروري انه تروحون تشوفون المقاطع اللي نزلها الدكتور، لان بعدين بالامتحان انا ما راح افيدكم، يعني راح قبل راح تجينا اسئلة ويعني ما راح الحق اصلا انزل لكم فيديو شلون احل الاسئلة، فانتم لازم تشوفون المقاطع اللي سواها الدكتور. فاليوم راح اشرح يعني شلون تسوون الواجب والمطالب اللي يريدها الدكتور. فاول شيء هو قايل انه يريد نطيف يعني 5 اسماء مال الادويه، ونمطي يعني الاسماء مثل ما قلنا، والدراج تايب الكوانتيتي الكميه، والتاريخ يعني انت متى اشتريته، او هو تاريخ التصنيع مالته والاكسباير دايت، والسعر مالته بالدولار الامريكي والسعر مالته بالدولار العراقي، والتوتال برايس ان دولار. يعني شنو مثلا انت هنا عندك هذا العلاج الكوانتيتي مالته 7، يعني انت مشتري 7 علب او مشتري 7 اشرطه، او شوف ايش قد مشتري، سعر القطعه عندك دولارين، فهنا التوتال راح يكون هو 14. طبعا هذا لازم يكون تدوين الي، يعني انت مجرد يعني على سبيل المثال انا عندي هنا 7، خلي خليه 8، مجرد ضغط يعني راح يصير تدوين آلي، هو يغير يعني. هسه هاي معادلة هسه اشرح لكم شلون نسويها، وعلى سبيل المثال خلي اقول له 4، مجرد يعني هو قبل راح يدون آليا يعني ال4 قطع، راح يصير عندي ب8 دولارات، لان عندي القطعة سعرها دولارين. اوكي لهنا، فاحنا اول شي خلينا نجي ننزل البيانات. اول شي قلنا النيم، الحقل الثاني راح يكون التايب دراج تايب، الحقل الثالث راح يكون الكوانتيتي كوبي، الحقل الرابع راح يكون يعني تاريخ مال التصنيع، الحقل الرابع راح يكون الاكسباير، الخامس السعر بالدولار، والسادس بالعراقي، واخر شيء توتال كوبي دونه. تعرفون انتم شلون يعني تسوون انه المحاضرات انه لازم يكفي شو اسمه، يعني مثل هذا التكست اذا تشوفونه سوى ما مرتب، يعني هنا تضغطين راح يتوالم ويا حجم الخليه، او الخليه تتوالم ويا حجم يعني التكست اللي تحطه. ضغطتين هنا، ضغطتين كذلك، ضغطتين هسه كل شيء. هسه هنا عندي ترتبت الاحجام، اجي لازم كل عمود احدده هو شنو، يعني مثلا هو شنو النوع مالت التايب. فانت هنا عندي النيم، النيم تكست، فانا اضغط هنا راح تحدد هذا كليه العمود، فخلي التايب مالت التكست. اوكي هو اساسا يعني سو يعني بالهوم تايب تكست. هنا الدراج تايب كذلك هماتين راح يكون تكست، لان ضروري تحددوهن كلش ضروري. هم هو شوف اوتوماتيكيا تسوي ريكاب تكست. الكوانتيتي الكميه هاي لازم رقم، يعني كميه ايش قد تريد، فانت من هنا نمبر. طبعا انا يعني اوتوماتيكيا مشتغلها يعني من قبل، فانت محددات عندي هاي نمبر، هاي اسمه البرايس، هاي هنا عندك التاريخ، فانت من الهوم تروح على ديت تسوي شورت ديت، شورت ديت، لان هذا اللي يختلف مو لونج ديت، شورت ديت، لان لونج ديت يعني يوم وشهر وهذا يعني يكتب لك كم كتابه، فانت تقول له شورت ديت. مثل ما قلت لكم انا يعني مشتغل من قبل، فاذا كويت المحددات عندي بس ضروري تشتغلون هذا، كذلك راح يكون لازم ديت. هذا هنا البرايس لازم تخلوه من هنا على هذا الخيار الكورنسي يعني العملة، ومن هنا يعني من تخلي كورنسي لازم تجي تحدد، يعني هسه هنا بالدولار لازم تجي من هنا تحدد، تنزل جوا على اليونايتد ستيت، هاي انجلش يونايتد ستيت، فهو راح يصير عندك هنا اوتوماتيكي ينزل بالدولار. من تنزل بيانات يعني مجرد هنا على سبيل المثال تكتب رقم 5، مجرد تضغط وراح يصير عندك 5 دولار، يعني هو بس تكتب الرقم هو قبل يكمل يعني ينزل لك اياه بالدولار.
هنا البرايس ان عراقي دينار، هاي كذلك على الهوم انا محدد مثل ما قلت لكم تحددون انا، بعدين تنطي تحديد سوى تحديد آلي على الدينار العراقي. اوكي فانت تجي تخلي هنا أنا رقم على سبيل المثال 6 ومباشرة راح اخليك اياها 6 دينار عراقي. طبعا انا بالشغل ما صار عندي غلط، فانت مو تجي تكتب 6 دينار عراقي وين اكو ما عندنا هيك عملة، فانت تكتب له على سبيل المثال اقل شيء 1000 دينار او تكتب له 250 دينار، يعني ارقام معقولة 250 يعني مباشرة راح اعطيك 250 دينار عراقي. توتال برايس هاي معادلة هسه انا اسوي الكلام ورا ما اكمل. فبعدين ورا ما هسه ضبطنا الشغل وضبطنا كل عمود شنو هو يعني المات، يعني هذا قلنا هذا تكست نمبر تاريخ اكسباير ديت، هسه نجي ننزل الاسماء هنا. فانا هنا عندي طبعا محمل يتفد ملف فيه اسماء ادوية، فخلنا ناخذ على سبيل المثال هذا العلاج كوبي، راح انزل اول هنا هذا العلاج الاول، ننزل اسماء قصيرة هذا العلاج الثاني على سبيل المثال. انت منزل ادوية يعني باراسيتامول يعني اي علاج تريدوه، يعني حتى لو فيتامينات يعني مو مشكلة، المهم يعني بس الفكرة. طبعا هنا خلنا نعطي ملائمة ناخذ هذا. واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا العلاج الخامس، خمس علاجات. اوكي هنا بعدين دراج تايب خل نكتب له يعني مو شرط معلومات صحيحة بس يعني هل هو كبسول يعني شراب، انت فانت تخليه هنقول له كله اسأل هنا انا مضبوط، انا كميات مو محددة انت بكيفك، مثلا 33 خلينا نقول 30 22 12 11. طبعا من انا اسوى نمبر فوق شيء خليك لك الرقم فارز صفار 2، يعني هذا اللي تعرضني صفار 2 ما له قيمه، فاحنا على مود نخلي الشغل مرتب تروح على الهوم وهذا نقلل الفوارز، يعني مثل استحددي هذا وتشتغله بدون فوارز، يعني تخلي بس رقم بس نمبر، هاي من انا يا اما تخليك فوارز كل ما القيمه او تقلل الفوارز تخلي بس الرقم. تمام بعدين شنو عندي الديت، الديت شلون تكتب تاريخ اثنين، هاي علامة الناقص تلقوها بصف الباك سبيس، بصف الباك سبيس اكو علامة الزائد واللي بصف هاي راح تكون الناقص، مثلا تكتب اثنين همتين كذلك ناقص تكتب 18، مجرد انه تنزل وراح يخلي لك كان يعني بالشكل الصحيح، يعني 2/2/2018 وهذا تاريخ الصنع 2/2 مثلا 2/3/2017، خلوا التواريخ يعني مو شرط مضبوطة، أو خلينا نقول 2/4/2018 تواريخ 2/2 خلينا نقول 2015 هنا الاكسباري ديت كذلك تشوف شلون تريدوها، اسوي تدوين هالي انا 4/2/0/2/0 اكيد تتذكرون هذا التدوين الالي شلون تشتغلوا. هنا انا خلي نقول مثلا سعره 3 دولار، 4 دولار، 5/2 دولار، دولار هنا انا بالعراق مثل ما قلت لكم يعني 1000/2000 دينار، 4000/2000 دينار. اوكي التوتال برايس هاي هنا أنا لازم نخلي تدوين آلي، شلون تحطونها على انتريسا وتصف الباك سبيس
يحطون علامة تساوي بعدين على مود يسوون شلون المعادلة. فانت من حطيت علامة تساوي تجي تحدد على هاي الكوانتيتي بهالشكل، راح يطلع عندك اتش سي سي، بعدين تحط له ضرب. يعني هسه انت شلون تيد مثلا تطلع مثل السعر التوتال مال ال 33، السعر مال 33 شلون تقدر تطلعه؟ 33 تايب كلش قد اذا هو كل تايب 5 اكيد انت راح تضرب 5 بال 33، فانت تجي هذه السياره تسويها معادله، فتضغط علامه اليساوي علامه تقدر تسوي معادله هاي اليساوي، فتحدد هذا السيارة يطلع عندك هيك بهالشكل. فبعدين تحط الضرب علامه الضرب اللي هي تدوس شيفت ورقم 8 راح تصير عندك بهالشكل، بعدين تحطه على الاف صارت هسه عندك معادله، مجرد تنطي انتر راح يعطيك السعر هيك. اوكي وصلت الفكره؟ تخلي المعادلة 33 اللي هو هذا العمود سي مضروب بالعمود اف راح يطلع عندك الكمية بهالشكل. بعدين شو تسوي؟ تسوي استنساخ كوبي، تنسخ هاي السيل اللي اشتغلت كتبت بها المعادلة يعني مثل شلون يساوي، وتريد تسوي له هنا نسخ مجرد هيك، يعني راح تنسخ المعادلة، ما راح ننسخ الرقم انما المعادلة راح تنسخ، راح تطبق على ذن كليتين. هذا نفس الشيء عم تسوي له بيست كذلك، تشوفون شلون تصير يعني شغل اوتوماتيكي هنا. احسن شلون المعادله الاوتوماتيكيه، فانت مثلا هنا صار جاك تغيير بالطلبيه، فهاي ال 11 على سبيل المثال صارت 15، فانت مجرد تضغط انتر شوف العدد هنا تغير، يعني على حسب الكميه اللي جتك. خلينا نقول مثلا 22 هاي صارت 33، مجرد انه تضغط انتر راح يتغير هنا الرقم على حسب التغيير الجديد. يعني هاي معادله ثابته انه العمود سي مضروب بالعمود اف، فيطلع لك عندك النتيجه اوتوماتيكيا. بعدين من المطالب الاخرى مال الدكتور اللي يريدها انه هذا شو اسمه تسميه باسم فارمسي، طبعا انا مسميه هنا عمود للسرعه. فانت هنا مجرد تضغط عليها ضغطتين وتسميها فارماسي، بعدين هذا هنا تظل مالتك شو اسمه الشغل هوم على هذا الخيار، تنطي تظليل اي منه تظل عندك الشغل. بعد شنو عندي؟ خليني استذكر، خلصنا الشغل تقريبا، هو اصعب شيء. البيج لاي اوت، تروح على البيج لاي اوت تحدد مال البرنتر، تخلي توسطها، يعني تخلي الشغل مالتك يتوسط بحيث من تطبع من تجي تطبع يكون الشغل مالتك بنص الورقه. فانت تنانه تنطي هذين الخيارين هوريزونتلي والفنتريكال، طي اوكي. فانت ما راح تجي هنا قول له برنت، شوف الشغل مالتك صار متوسط بالنص. وبعد شغله انا ما انساها، البيج لاي اوت تخليه لاندسكيب، الورقه مالتك تكون لاندسكيب. فشوف شلون هسه راح يكون عندنا شغل، راح يكون بهالشكل هذا لاندسكيب الورقه، الشغل متوسط والبيانات اهم شيء تركزون عليه انه الانواع مال الاعمده. يعني على هذا العمود قلنا تكست نوع مالته، هذا العمود تكست، هذا العمود نمبر، هذا العمود ديت تاريخ، تاريخ هذا هنا عملة، هنا عملة بالعراقي، هنا التوتال بالمال الدولار. بعد أخير شيء نسوي إنه الحجم والنوع مال الكتابة، حجم الكتابة لازم يكون 14، فأنت تحدد هذا كليته وتسوي الرقم مالتك 14. لهنا أنا تقريبا ما بقى عندنا شيء، الحجم 14 والنوع مع الخط راح يكون هذا الاريال اعتقد، هذا خلص يعني. ها والفايل، الفايل تسموه باسمكم يعني الاسم، ما يعني شوفوا شو اسمه. طبعا الفايل هذا كان مال محمد هيثم اعتقد، لهنا أنا خلص يعني، هذا ما بقى عندنا شيء.